الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. اليوم سنستمتع بالشعر فعلا أعدكم بأمسية ممتعة واستثنائية. مرحبا بكم. يا من أضفت لزهرة اللوز السنون حملت خطاك الصيف عذبا كرفة طيف، مرت يداك على حرير روايتي يا مرحبا بالضيف. اليوم أشعرت الهوى وأنا ألملم شمل أجزاء التي احتفلت بأعراس انتظارك. ونحن أطفال سمعنا ودرسنا عن رموز القيروان قبل أن ندرس عن الدول الكبيرة، وبالأمس قلت جملة حول كنا نتحدث عن صناعة المستقبل، وقلت لهم انظروا كيف أن القصيدة الأغنية التي غنتها الصبية الرائعة يا ليلى الصب متى غده، أو يا ليلى الصب كما يعني، لكن هي الحقيقة الأفضل يا ليلى الصب. المهم هذه القصيدة لأنها موهوبة ولأنها خرجت على بحر المتدارك وكانت دفقة موسيقية جديدة بقيت معاصرة حتى الآن، فيروز تغنيها ومطربون كثر يغني، إذن هي لم تكن ماضية، إذن القيروان ليست ماضيا، القيروان حاضر دائم حاضر. وهذا ما حدث معي، يعني حادث قيرواني أرجو أن تستمعوا لي خصوصا. ناظرتها خلسة، ناظرتها خلسة حتى أؤردنها فتونستني، ناظرتها خلسة حتى أؤردنها فتونستني على مهل بنظرتها، خبأت لهفتها الصغرى بمحفظتي وخبأت لهفتي الكبرى بشنطتها، مددت خيطا لها علي أحدثها وراح خيطي يلاهي رأس إبرتي، قربت طاولتي من زند مقعدها حتى تلحثم زري عند عروتها. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.